احذروا من الموبايلات لانها بتسبب عقم يا رجاله. ده تقرير نشرته صحيفه ذا صن البريطانيه عن منظمه الصحه العالميه، واللي اكدت ان الموبايلات بتخرج منها موجات كهرومغناطيسيه بتاثر على حركه وجود الحيوانات المنويه عند الرجاله، وقالوا ان تعرض الشخص للتليفون على مدار 10 سنين بمعدل استخدام يومي اكتر من 6 ساعات اكيد هيعاني من العقم طول حياته. ده غير مشاكل تانية كتير زي خلل وظائف المخ والجهاز العصبي وتلف العين وضبابية الرؤية عند أغلب مستخدمي الموبايلات. والكارثة الكبيرة إن شركات التكنولوجيا اللي بتنتج الموبايلات بتكذب على الناس، لأنها بتقول إن الموبايلات آمنة تماماً على البشر، لكن تقرير الصحة العالمية بيقول عكس ده، بالإضافة إنهم نشروا معلومات خطيرة بتكشف إن الموبايلات بتسرع موت الأشخاص اللي بيعانوا من السرطان والسكري، كمان ده غير إنها بتحفز الفيروسات بشكل كبير. وبكده يفضل معانا السؤال، إزاي نقدر نقلل من استهلاك الموبايلات وحياتنا بتعتمد عليها؟ وفي النهاية لازم نحذركم، ابعدوا عن الموبايلات لأنها بتسبب عقم يا رجالة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر في مباشر عين مصر.